صباح الخير شيف. يا شو هذا؟ تلفت اكف التلفزيون لقيت فما شيف مونا كان معها ضيوف ليس ككل الضيوف. شفنا سيدات وشفنا مطبخ توب شيف مو بمطبخ توب شيف. صار مطبخ بيت. أكيد تبغوا تعرفوا مين استولى على مكانكم في المطبخ. يس. يس. سرنا رحب بدي المجموعة الحلوة من الأمهات في مطبخ توب شيف. نورتونا ونورتوا المطبخ. كنت صراحة حاب أشوف أمي. عن جد أعطيه استقتل عنه. كل شيف صار شيف من وراء أمه. من الأسباب اللي بعدنا مكمل فيها بتوب شيف هي أمي صراحة. أنتوا في مطبخنا اليوم لأنه أنتوا شيف كل يوم. رجعت لي الذكريات لأمي لما كنت أدخل معها المطبخ. كلنا تربينا أن نفس الأم في الطبخ يدينا أطيب طبق يرافقنا ويحرك مشاعرنا كل حياتنا. المطلوب منكم اليوم تحضير الأطباق المفضلة اللي تطبخوها لعائلتكم باستخدام منتجات كوك وخصوصاً كريمة الطبخ وجبنة موتزاريلا المبشورة من كوك. شو خاصنا نحن بالاختبار لهلأ؟ عشان تحضروا أطباقكم حتدخلوا للمخزن لاختيار المكونات اللي تبغوها وتقسموها قسمين زي بعض، قسم ليكم وقسم للمشترك. لأن مهمتهم إعادة تحضير أطباقكم بنفس المكونات. حبيت أنا حبيت. هذا امتحان لقد بتحب أكل أمك. صح. وعشان يعرف كل شيف أي طبق لازم يحضر حيسحب السكاكي. حأطلب منكم تسحبوا السكاكين. أهلين. يجينا كوابيس من سحب السكاكين. اتفضلي سيدة سمية. شيف أحمد. واو. اتفضلي سيدة رنا. بلال. شيف بلال. شيف بلال. اتفضلي سيدة ندى. شيف طارق. طارق. عملي لي الدسير، عملي لي الدسير أما كبي. سيدة عايشة. شيف نسيم. أنا أحب اسم عايشة. اتفضلي سيدة سحر. شيف شربل. يا الله. اتفضلي سيدة أمل. شيف نبيل. شيف نبيل. أوكي. سيدة هدى. مناف. شيف مناف. سيدة هدى. تفضل سيدة أحلام. تركان. تفضل سيدة تمارا. أجلع. يلا رجولة. وآخر سكين سيدة أسرار تفضلي وهو شيف باتريك. أمهات توب شيف حيكون معاكم 45 دقيقة لتحضير الأطباق بس شيف حيعطونا أقل وقت. حيكون بس معاكم 35 دقيقة. قلت لك. جاهزين؟ جاهزين. وقتكم يبدأ لحين. فين الحليب؟ شفتي الحليب؟ مين شاف الكزبرة يا بنات؟ ايش رايكم في المفاجأة؟ شو عملتي فينا شايف؟ الأمهات على راحتهم يمشون ما يركضون.